ويطلعوا يعطيونا حاجة مزيانة برشا اون بو بروفيتي بها في الديكور. يتمثل هدايا في بوكي عملناه من الخفاف وحطينا فيها الاغصان هدايا اللي هي زاده ناتوريل من شجر نجمو نلقاوهم متساقطين من غير من اون ابوز من الشجره نلقاوهم طايحين دونك هما زايدين واستعملناها في شكل بوكي زدناه نوار ونجمو نقول لكم الخفاف هدايا نجمو نلونوه نجمو نعملو الالوان الكل سا ديبون من لي كولور ومن لي توندونس اللي عندنا في الانتيريور نتاعنا ولا نخليوه ناتوريل حاجه صوبر تطلع على كل شيء معناها ان كولور ناتوريل تتناسق مع الالوان الكل. الميروار هذا يتمثل في دي بتي باتوني اون بوا، سي ان بوا فلوتي، البوا فلوتي هو اللوح اللي يهبط في الماء، والماء هذاك يخليه خفيف ويقتل منه طول الميكروب. دونك يخليه ان برودوي معناتها ناتوريل مزيان وسهل الاستعمال. هذه شجرة تنبت في الماء اسمها بو حديده نلقاها خاصة في بحر تبرقة انا بروفيتي هوني باش نعملو منها دي لوستر عطيتنا ان اسبي ناتوريل ومزيان وتقبل لي برودوي نجمو ندهنوها اللون اللي نحبو عليه سا ديبون من معناتها من الانتيريور نتاعنا سا ديبون من الستيل. كيما هوني اخترنا لكم اكسسوار نحبوه برشا مالي احنا صغار ديما نلموه على حرف البحر اللي هو البابوش نلقاوه اون جينيرال في دي اكسسوار نتاع لبسه ولا في دي بيجو توا نبروفيتي باش نصنعو منه حاجات نحطوها في ديارنا سو فورم دو تابلو ولا دي فاز ولا حتى معناتها دي بورت بوجي كيما نعرفوا البابوش سا بورت بونور وحاجه مزيانه ترضي الاذواق الكل ما انا با دو بروبليم بور لا بلاسي في اي مكان حتى عمومي ولا دون ان ريستوران ولا في دار البحر ولا دون دي زوتيل وهو اون بلوس الالوان ديما ناتوريل ومزيانه. هوني زادا لي انا بروفيتي من هالبرودوي هذا المزيان ناتوريل باش نعملو دي بانيي كيما نعرفو لي بانيي سون تري يوتيل معناتها في ليزيتيزاسيون تاعنا اليوميه سواء في الفطور سواء بوغ ان رونجمون نجمو يجيو دي فيد بوش دي بانيي دو بان دو فروي سي دي بانيي مزيانين وزادا كي العاده الوانهم صوبر وناتوريل اكيد نجمو نزينوهم في الامبيونس اللي نحبو عليها احنا يسانتيغ فاسيلمون. كما تعرفوا احنا ديما نشجعوا العباد في يستعملوا حاجات 100% ناتوريل في ديارهم خاطر هما اون فان كونت ياسر ينفعونا وما يضروش الطبيعه و اون ميم طون هما مزيانين دونك نشكروا هالمبدعين اللي جاتهم الفكره باش يلموا لنا هالحاجات من ناتور ويصنعوا لنا حاجات مزيانين برشا نستعملوهم في ديارنا ونزينوا بهم ليزانتيغيور نتاعنا. صباح الفل والياسمين شكرا لهاجر بن حديد مازلنا مواصلين مشاهدينا قلنا لكم باش نتحدثوا اليوم ونسلط الاضواء على الجمعيات التونسيه اللي يكون عندها بعد انساني اللي تحاول من خلال موقعها من خلال اهدافها من خلال الفكره الرئيسيه اللي على خاطرها تبعثت الجمعيه هذه انه التعاون مختلف شرائح المجتمع والفئات وخاصة وقت اللي نتحدثوا على صغيرات فقدوا الأم وإلا الأب وإلا أحيانا يفقدوا الوالدين الاثنين مش نتحدثوا اليوم على كفالة الأيتام وعلى وجه الخصوص جمعية فاطمة الزهراء لكفالة الأيتام بالمرسى ويحضر معنا كل من سينور الدين الوسلاتي رئيس الجمعية ومدام سامية الشتوي هي عضوة بهذه الجمعية. صباح النور مرحبا بكم. يعيشك صباح النور. نحكيو على الجمعية هذه اللي تأسست نهاية 2011 ديسمبر 2011 جات لكفالة الأيتام مش لفاقدي السند معناها بما تحمل كلمة من المعنى مش اللي ما عندهمش أولياء ولكن اللي فقدوا
الاولياء نتاعهم والا الولي نتاعهم. بدايه سي نور الدين، كيفاش جات الفكره نتاع الجمعيه هذه وعلاش كفلت الايتام تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر حنا بعل ونشكر هالتلفزه المباركه هذيا اللي سنحت لنا الفرصه باش نقدموا هالجمعيه، الجمعيه الخيريه، فهم كذلك عندهم اجر باش يعدونا هالحصه هذيا، لان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. فانتم من خلال هالبرنامج هذا دلوا في الشعب التونسي الكل على الخير اللي باش يفعلوه. الجمعيه هذه جات فكر تاسيسها في خضم هالتاسيس الجمعيات والجمعيات الخيريه، واحنا كنا في جمعيه اخرى خيريه، ولكن شفنا كون الاختصاص في الجمعيه لابد منه، لانه اذا كان جمعيه باش تكون تعمل كل شيء مش تفقد السيطره على الاوضاع نتاعها وتكثر عليها برشا حاجات. فقلنا احنا شنو الهدف الساعه نتاعنا من الجمعيه، وشنو الهدف نتاعنا؟ هو مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. نعم، ويقصد هكا معناها كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والإبهام. نعم. فمن خلال هالجمعية هذه قلنا علاش ما يكونش الشعب التونسي كله يساعد على كفالة اليتيم، ويكون هو كافل اليتيم. نعم. فعملنا طريقة احنا في هالجمعية، عملنا طريقة الاشتراك في الكفالة، وتكون للشعب التونسي، نجم الشعب التونسي كل يشارك فيها، لأنه احنا قدرنا مقدار كفالة اليتيم بالنسبة للسنة الواحدة يعني 1000 دينار. تنحكيو من بعد كيفاش ممكن تقديم المساعدات. مدام سامية، ربما كنت بعيدة على العمل الجمعياتي، أنت بالأساس مهندسة ومن بعد اخترت العمل. قريت هندسة بما أنك متخرجة من الهندسة، معناها مهندسة، يمكن ما خدمتش بها، مهندسة متحصلة على شهادة. العمل الجمعياتي شو ممكن يضيف الأم، ربة بيت، المرأة التونسية اللي يعني مختصة في مجال ما ثم تختار انها تتعامل مع الصغيرات ما عندهم حتى ذنب، يعني لقاو رواحهم ساعات وحدهم؟ صحيح والله العمل هذايا صدقني اختي ايمان روحاني يسرح له برشا، كي انت معناها تعمل في خير الانسان. بعد ساعات ما نروهمش انا، بعد ساعات ما نعملش معاهم زيارات مباشره، وتحس معناها اللي انت تجمع في التبرعات وتحضر الحفل ختام اخر سنه، تحضر قفه رمضان، تحس معناها انك باش تسعد صغير معناها في داره. ومنعش فما آية كيقول وأما اليتيمة فلا تقهر. إنك اليتيم مش إنك تقهره مباشرة تعمل له حاجة خايبة، تقهره كيبدأ هو في القصة مش لبس كيما أصحابه، تقهره كيبدأ ما عندوش أدوات مدرسية، تقهره كي يجي العيد وما يلبسش حوايج كيما أصحابه. هذاك أنا بالنسبة لي أنا التقييم القهر أنا عندي أنا. في الجمعية هذه نحس والله كنا الأخوات وسي نور الدين وكنا وعنا في الجمعية طبة وعنا برشا كوادر، نحس ونعملوا في حاجه تقولش علينا لاولادنا، معناها عباره نحن الكلنا كل عضو فينا تقولش علينا ولي لكيتيم اللي قاعدين نلمولو في التبرع ولا نلمولو ولا نحضرولو في حفله ولا نحضرولو في جائزه. عمل حلو برشا، وهذا العمل هذا ما ينجم النجم وننجحوا به كان الا بالتبرعات والاشتراكات. وان شاء الله المستمعين تعجبهم الجمعيه ويكونوا يكفلوا يتيم ولو حتى بخمسة دنانير، أو خمسة دنانير ما تسويش حاجة كبيرة برشا. وتعمل مثلا فيرمون من الحساب البنكي نتاعك إلى حساب الجمعية بك الخمسة آلاف هذيك، والله تنجم تحي صغير تبعدوا على الانحراف. ما تشوف أنت أول سبب الانحراف هو الفقر. أول باب الفقر، وثاني حاجة هو الفشل الدراسي. كي أنت توفر له معناها إطار نعملوا لهم نحن دروس خصوصية، توفر له أنه معناها يكون أمه مش محتاجة، ما تبديش معناها تعبة. معناها أنا فهمت منكم أنه اليتيم اللي تكفلوه يكون لازال طفل، معناها ربما أقل من 18 سنة. سنوردين، لأنه مدام سامية تحدثت على حفل نهاية السنة، تحدثت على الأدوات، معناها فهمت أنهم أطفال. احنا في كفالة اليتيم اخذينا كسوة يتيم معناتها بما فيه فاقد السند بما فيه كلهم، لانه فاقد سند وما عندوش ولي وما عندوش يشملوا فاقد سند لانه ما عندوش حتى ذنب. هو شنو ذنب الوليد هذا؟ احنا اول حاله يعني خذيناها 6 وليدات ايتام لا ام لا اب، فنلقاو الوليد الاول
قرا سنة ثالثة ابتدائي وانقطع على الدراسة لأنه أمه معناتها مرضت بالكونسير وتوفات وانقطع دراسة. نعم. الأخت قرات سنة أولى وانقطعت الدراسة. الأخوات الأخرين كل معناتها كل متشتين. أول حاجة عملناها رجعنا الوليد هذا بعد سنتين مع طالع على القراءة على الدراسة رجعناها يقرأ، رجعنا البنية تقرأ، الوليدات حطيناها في الروضات، وكذلك عندنا إعانات زواج للبنيات الأيتام حتى في حتى أكثر من 18 سنة لأنه الوليد اللي فاقد السند ولا اللي أبوه متوفي وهو يقرأ في الجامعة وما عندوش باش يشري كتب نتاعه وما عندوش باش يزاول الدراسة نتاعه باش يعمل بالمام ما عندوش شنيا ذنبه هذاك. نعم. فاحنا في الجمعية ان شاء الله ايضا عندكم دور في ادماج اليتيم داخل الأسرة، يعني ما يقعش انه من الصغار هذوكم ياخذوهم من عائلاتهم ويقع التبني. نعم. ربما مش ربما في الدين التبني حرام، الكفالة هي اللي فيها اجر، فما فرق بين التبني والكفالة، اكيد دا المشاهدين يعرفوا الفرق. يعني انتم تخليوه داخل أسرته الموسعة، جدته خالته عمته، ومع ذلك تلقاو له مصدر اللي مكفلوه هو يبدا في عائلته. ولا هو في اطار معناه النفسي نتاعو من غير ما نخرجوه، خاطر صغير كي يخرج باش تحطه في قريه ولا حاجه باش يبدا معناها يتقلق كي يبدا هو مأثر في عائلته، وجرايه شهريه للام. نعم. حتى الام راهو اذا تبدا الام اذا كان رجلها توفى وهي صغيره تنجم معناها راهو بيبان الحاجات الخايبه معناها الخصاصه تخليها ممكن تلتجا باش تعمل كي هي تلقى روحها تسطرت بجراية 200 دينار 250 150 انت والحالة انت والعدد تاع. نعم. الأطفال اللي عندها. نعم. هي ما تلتجأش فش تعمل حاجة معناها مش باهية. نعم. والصغير يبدأ إكيليبري في داره. هل تاخذوا فكرة عندكم شي فكرة في تونس الكلها معناها بكامل الولايات قداش عنا من طفل يتيم؟ عنا 200,000 يتيم. 200,000 عنا 200,000 يتيم في تونس. نعم. العدد هذا يتسمى كبير سي نوردينا؟ والله والله كان يحب يتنجم تقول كبير، يعني شو معناها عدد كبير؟ معناها النجم ونكفلوهم هذوما الكل؟ النجم ونكفلوهم. انا باش ما عادش قلتها قبل في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز وصل فيك العهد الازدهار هذاك انه ميل بيت المسلمين. نعم. ما عادش فما فقير، ما عادش فما مخصوص، يقولوا له يا امير المؤمنين راهو تززينا، يقولوا شوفوا النصارى يعطيوا النصارى راهم اعطينا للنصارى، شوفوا لليهود. معناها اذا كان كل انسان يتبرع وعندنا ما شاء الله شركات وعندنا رجال الاعمال وعندنا حتى الانسان العادي معناها. نعم. الانسان العادي 5,000. نعم. 50 دينار هو شنو يقدر؟ صدقني حتى العدد اللي قال عليه سي نور الدين ما يتسميش برشا، خاطر باش يبدا هو عايش صغير عادي في المجتمع، مش باش يبدا معناها. نعم. باش ينحرف ولا بعد باش نحسوه شارج على 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 المجتمع. هو وقتاش يبدا نوبر حتى يبدا صغير. مم. ويبدا هو عالة وقت يظهر كبير. نعم. وكي يبدا هو العدد الكبير صحيح اذا ان شاء الله نوصلوا المساعدات نتاعكم طبيه صحيه نفسيه ماديه اجتماعيه، يعني تشمل كل ما تحمل كلمه مساعده من معنى. ونحب نخليكم كلمه الختام التوانسه اللي معروفين بقلوبهم الطيبه والرحيمه، والكلنا معناها عنا جانب كبير ياسر نعطفوا على بعضنا ونحبوا الخير لبعضنا، سورتو وقت اللي نتحدث هوني على اطفال ما عندهمش ام ولا ما عندهمش بو ولا ما عندهمش الاثنين فقدي السند احيانا. سي نور الدين كلمه ومدام ساميه ايضا باش نختموا معك، تفضل سي نور الدين الوسليتي. نقولوا لخياننا التوانسه الكل، راهي هذه جمعيه التوانسه الكل. نعم. وفما اشكاليه نحب نوضحها، فما بعض الناس اللي قالوا جمعيه فاطمه الزهراء هي جمعيه شيعيه، يعني على الفيسبوك قالوا لي هذه راهي جمعيه شيعيه. والله لا يهمنا، نقول لك حاجه سي نور الدين، لا يهمنا لا في المذاهب ولا حتى رئيس الجمعيه شنو دينه. الجمعيه هذه هدفها انساني، يعني انساني بحت باش نعاونوا صغير يتيم فقط، ما يهمناش به نمر. نقولوا اللي راهو كل التواسه ينجم يكون هو كافل اليتيم. نعم. باشتراك صغير هو مقدار 5 دينارات تتقسم الشهريه نتاعو مع الحساب الجمعية. نعم. ولا يبعث حوالة ولا معناتها عندكم كونت على الفيسبوك؟ عندنا. شنو اسمه؟ فاطمة زهرة. جمعية فاطمة زهرة. فوالا معناها ينجموا يلقوا كل المعلومات على الفيسبوك على صفحتنا ان شاء الله. مدام سامية.